هاي، ازيكم؟ احنا النهارده هنوريكم شباشب البيت بتي جي ماكس. الدنيا حر قوي، تحسي ان الدنيا حر. انا لابسه الماسك وحاسه ان انا حرانه قوي. فهنفرجكم بقى على الشباشب. عندهم شباشب شكلها حلو طبعا الشتا. وبصي على ديت، دوت ميموري فوم. وبكام هو؟ مكتوب عليه ان هو ميموري فوم. نشوف بكام دوت. بحب اقول لكم الاسعار طبعا. ده $8، رخيص حلو مش غالي على القد يعني. ودوت مليان فرو بقى ولونه بامبا، وبرده من جوه ميموري فوم. وده مكتوب ان هو ممكن تلبسوه في البيت وبره البيت، فده برده ممكن يتخرج بيه عشان النعل بتاعه من اللي هو التخين. ده ب13. وفي ده دوت برده، بصوا زي ما انتم شايفين فرو من بره وفرو من جوه، بس الجوه هو الحلو. تحس ان هو هيبقى سوفت قوي على الرجل، ناعم وحلو. ده ب15. وفي دوت طبعا للبيت على شكل كلب ب8، وشكله كيوت للودان. دوت انزل لك لوك اكتر عن الجزمه. ده برضو بتاع جوه وبره، مكتوب عليه ان هو ينفع جوه وينفع بره. دوت ب$30، وبرضو ميموري فوم. بصوا صباعي بيسقط فيه ازاي، وبرضو مليان فرو كتير جدا ومفتوح من قدام اهو. في برضو اللاكلوك ده ب6، برضو مليان فرو كتير جوه زي انتم شايفين. في الابيض او الكحلي ده برضو مليان فرو كتير جدا من جوه. انا بحب الحاجات اللي بتبقى مليانه فرو ديت. وفي بقى اللي عامل زي الشراب او اللي هو اللاكلوك الشراب، ده بكام؟ ده ب6 برضو، نفس السعر. في كذا شكل من اللاكليك زي انتم شايفين. في اهو دوت البامبا، في دوت من فرو كله من بره، من جوه برضو فرو لونه بامبا شكله حلو. في واحد لونه لبني حلو، بحب الامانات دي اللون ده حلو. في على شكل الشراب بيبقى من تحت عليه الحتت الجل ديت عشان تتزحلقيش وانتي لابساه. وفي منه على شكل كريسماس، ده 2 سوا. انا ما اظن ممكن تدوا للناس هدايا. ده ب$10، يعتبر الواحد واقف ب5. وبرضو عليه الحتت اللي من تحت عشان ما تتزحلقيش اهو. وفي منه اشكال كتير، في الاحمر مع الاسود، وفي الاسود دوت في كذا شكل منه. دوت اهو برضو ابو فرو من بره وفرو من جوه، شكله برضو حلو قوي وينفع يتلبس جوه وبره. ب$10، سعره رخيص وحلو. دوت بقى بيقلد الكروكس، شكل الكروكس ده برضو ينفع جوه وبره، جوه البيت بره البيت. ب$13، من جوه كله فرو اهو زي انتم شايفين. وفي بقى دوت برضو ينفع جوه البيت وبره البيت، في ناس كتير بتخرج بيهم هنا في امريكا. في ده بصوا، ده برضو ميموري فوم حلو قوي ب$30، وفارو من فوق بس هيتوسخ بسرعه لو خرجت بيه لو هو فارو، جست عشان تبقوا عاملين حسابكم يعني. وفي الشكل ده بس، ده برضو شكله كيوت قوي، مفكرني بالشتا الجامده بقى. ده لازم يكون معمول كروشيه، شكله برضو شكل جديد يعني، وشكله حلو ب$9، شكله كيوت. والباقي بقى على اشكال لكليك اهي زي انتم شايفين. يعني هم طالعين لفوق ليهم رقبه زي دوت كده ب$7. وفي ده دوت تلبسوه بعد كده تضيقوه على قد الرجل او على قد رقبة رجليكم من فوق. ودوت بكام؟ نشوف ده بكام. ده ب6. في بقى الشكل العادي دوت، والشكل اللي جنبه برضو شكلهم حلوين. في بقى شكل جديد في دوت، خليني اعدل الكرتونة. دوت مساج، بيعمل مساج للرجل وكمان في سخونية يعني، بيسخن الرجل، بيعمل الاثنين مساج وسخونية اهو. وطري وعامل زي ما اكون روحت السبا. وفي USB، معرفش USB بيعمل فيه ايه، بس يمكن بيغني كمان وانتي حاطاه في رجلكي. هو بيعمل مساج يعني، بيدلك، بيعمل تدليك اهو زي انتم شايفين. تلبسوه وتشغلوه بيعمل فايبريشن يعني، وكمان بيسخن الرجل. فدوت بكام بقى؟ نشوف سعره. دوت شكل جديد اول مره اشوفه، ده ب$17 بس، لاي حد عايز يجيبه هديه لحد او يجربه على نفسه. نروح نوريكم بقى اشكال من اللي هي مش شتوي قوي. دي الاشكال العاديه الشباشب بتاعه البيت، في منها برضو تنفع للخروج زي بتوع البيت برضو. في زي انتم شايفين اشكال كتير. في دوت اللي هو عليه الحاجات السبايكي ديت، وفي دوت مكتوب عليه جوسي، شركة جوسي كتور، فعشان كده مكتوب عليه جوسي. شوف اسعارهم برضو، ده ب$13 والقالي الحاجات ديت ب$17. في برضو جوسي على شكل تاني، في
مكتوب عليه جوسي اهو من فوق، ودوت ب13 في برضه دوت جوسي. جوسي دايما تكتب على جوسي بتاعها على الحاجه بتاعتها جوسي، كاتبينها اهي هنا جوسي، وفيها كل الحاجات اللي بتلمع من فوق ديت انتم شايفين. ده برضه جوسي، معظمهم افتكر كلهم او 90% منهم هيبقوا جوسي كاتشور. ف زي ده برضه اهو جوسي كاتشور، كلهم مكتوب لهم جوسي كاتشور. دوت ابو صباع اهو بيلمع، داير ما يدور عليه الحاجات اللي بتلمع. دوت ب$10 عشان هو يعتبر يا 7 و6 للناس اللي رجليها صغيرة. وفي جوسي ده عليه قلوب والوان كتير برضه مكتوب عليه جوسي وشكله حلو. ده مش ميموري فوم، انا فكرت ميموري فوم شكله زي الميموري. وفي دوت برضه حتى هنا كاتبين جوسي، يعني اي واحد اي حاجة تبع جوسي كتير مكتوب عليه جوسي. فدوت برضه هو بيلمع من فوق زي انتم شايفين. في بقى الابيض السادة دوت، وفي البيلمة برضو من الابيض، وفي ايه تاني، في البامبا. بعد كده بقى نخش على الشركات التانية. الشركات التانية في ناتيكا، ناتيكا اهي ب$10 ديت عاملة زي البلاستيك و ايه بالتاني زي انتم شايفين، فده يبقى حلو مش ناشف. في كالفين كلاين شكلها عادية يعني مفيهاش شغل كتير. في بوما بالاشكال اللي انا بحبها، ودوت طري اهو، وده برضو يعتبر طري من نوع من 10 رجل ب$13. في ناتيكا دوت برضو ده طري اهو زي انتم شايفين عاملة زي سفينجا. في بوما ديت برضو لونها بامبا. في بوما الاسود اهو من فوق برضو. في ناتيكا الابيض. في بقى شركتهم هما اللي هي راي دان، هي الشركة دي راي دان مكتوب عليها ريلاكس الفردتين ريلاكس، دي برضه مكتوب عليها ريلاكس. وفي دي كي ان واي الشركة الشكلين دول. في جاس شركة جاس تحتنا برضو اهي. وفي سينثيا رولي اول مرة اسمع عن الشركة دي، ده ب$10 ده شبشب عادي من هو ابو صباع، وده برضو شبشب عادي من ابو صباع. في وراه واحد بيلمع، البلمة ده شكله حلو، اي حاجة بتلمة بتعجبني. وفي العادي ده برضو اهو شركة هيرلي. هيرلي ديت مشهورة قوي، ده ب$8، مشهورة قوي في الشباشب، معظم شباشبها بتبقى الشكل دوت. وفي منها برضو بتبقى على الشكل اللي هو دوت بس قليل قوي، معظمها بتبقى ام صباع. وفي شكل ايه تاني مرتوش ليكو، في الشكل ده بقى ده عليه الحاجات السبايكي برضو وبتلمع. وفي بقى من غير السبايكي، في المدور ده المدور اهو. وفي الشكل الاخير دوت والجنبه ده برضو اهو، لازم يكون عليه جنزير او تشينز جوه بعد، ده 20. وفي دوت برضو عليه الكور، بس دي كور اصغر وعلى شكل يختلف. دوت في كذا حتة يعني زي انتم شايفين كده. دوت بكام، خلينا نشوف ده بكام، مكتوب ان هو ب30 يعني ده ب$30. وهو ده هيبقى اخر الفيديو، اتمنى يكون عجبكم ومتنسوش تشتركوا في القناة، ونشوفكم في الفيديو الجاي. باي.